انت قلت قبل شوي المعاهد الشراكات الاستراتيجيه اللي تسويها انت مع القطاع الخاص. نعم. الارقام اذا في موجوده عندنا مع الشباب حطوها على الشاشه معي. في تصاعد ويعني 26 29 30 30 31 35، انت تقول قبل شوي انه انا رايح للرقم 40، هذا هي معنا على الشاشه. هل هذه الشراكات هي شراكات حقيقيه ولا مذكرات تفاهم بس للشو والاستعراض؟ لانه ترى الناس ملت من مذكرات صحيح التفاهم. صحيح. اذا طلع مسؤول قال وقعنا مذكره تفاهم، الناس تنزعج انزعاج كبير لانه تحس انه استهلاك اعلامي مو حقيقي. حدثني بلغه رقم افهمه. احنا بالنسبه للشركات الاستراتيجيه هذه حقيقه عدد المتدربين المتوظفين العلاقه، يعني انا ما ابي شراكات، ابي كم دربت كم وظفت كم. حتى الان حتى تاريخه اكثر من 20,000 من طبعا تخرجوا من هذه هم موظفين يعملون في القطاع الخاص. خلال كم هذه؟ هذه خلال الفتره الماضيه احنا بدات ابي السنه اللي راحت دي. العام الماضي حقيقه تقريبا عدد تخرجوا اكثر من 3,000 فقط العام الماضي. احنا الان عندنا حاليا ما يكفي 3,000. اي حاليا عندنا الان احنا 11,000 وتقريبا 600 و700 الان الموجودين في الكليات هذه او الشراكات، وكلهم على فكره موظفين. احنا ما لما نتكلم عن الخريج هو لا نتكلم عنه، هو موظف من اليوم الاول. احنا 11,000 دول انطاب من وظائفهم. 11,000 موظفين وستمية. موظفين مسجلين في التامينات الاجتماعيه ويتقاضون ما بين 3,000 الى 4,000 ريال في فتره تدريبيه اثناء كم تدريبهم تقريبا متوسط تدريب؟ ما بين طبعا سنتين الى 3 سنوات حسب طبعا الشريك الاستراتيجي. احنا هذا الرقم تجربه رائعه. الرقم هذا يا اخوي عبد الله تجربه رائعه ممتازه بس ما يكفينا 11,000. صحيح. اقول انا كم الرقم اللي انت بتروح له؟ العام القادم 2020 نصل الى 35 شراكه استراتيجيه ومدبل الرقم الى 20,000 باذن الله. يعني السنه الجايه توصل 20,000. على فكره هذا على الاقل. احنا انا طلبي من زملائي وزميلاتي داخل المؤسسه احنا نرفع الرقم هذا. الشراكات اللي ذكرتها انت مع نيوم ولا مع غيرها من مشاريع عملاقه انا اعتقد تحتاج اكثر. يعني انا اعطيك مثال، احنا بدأنا هذه الشركات الان داخله فيها نيوم ولا ما هي؟ لا هذه غير نيوم. هذا حاليا غير نيوم. طيب. موجوده على موقع المؤسسه حقيقه موجود كل الشراكات وفيها الان اعلانات حقيقه للقبول. والناس تقدمون على مستوى المملكة. ما يتعلق بالمشاريع العملاقة في المملكة والوعد حي الكبير قبل المشاريع العملاقة. طيب. الحين هذه الآن أنت تقول برفع لكم العشرين، يعني الآن في فرق 20,000 متدرب أو موظف. إيه؟ لكن العدد 35 في 2020 عدد الشراكات وصل 35.